إصرار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على إمداد خطوط التوتر العالي في عين سعاد المنصورية قابله إصرار من قبل الأهالي على حماية صحة أبنائهم من خطر الحقول الكهرومغناطيسية. فلليوم الثاني على التوالي استكمل الأهالي اعتصامهم وتمكنوا من منع عاملي مؤسسة الكهرباء من مد الكابلات بعد أن عمدوا إلى قطع الطريق أمام مدرسة الحكمة، فيما استفزهم قرار الحكومة بتأمين مؤازرة أمنية ضمت حوالي 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي وفوج التدخل السريع. الاعتصام شارك فيه أيضا أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب مروان ثابت إلى جانب طلاب الحكمة والسانكار الذين وزعوا الورود على القوى الأمنية، ولم يسجل أي إشكال بين الفريقين، في حين أكد وزير الداخلية مروان شربل في اتصال مع النائب سامي الجميل عدم استخدام القوة في وجه الأهالي. ومن المتظاهرين وجهت رسالة إلى باسيل والحكومة. هن منهم بيت ولا عندهم أم؟ بليز انه رجع شوف شو عم تعمل بالناس، رجع شوف انه شو الاضرار بهالشغله، ورجع حط شروط حطها لعوامل الدوله. ما رح ننسى ابدا من سنتين وثلاثه كيف كان النايب كنعان وهو بالذات صهره لعون كان هون من معنا مع تصميم من عمود لعمود ويحملوا هاليافطات بقوه ويقول نحن ضد هيدا القرار. هلا صاروا عندهم مصالح شخصيه تحت الطاولات عم بمرقوا رشاوي وامور ومصاري بدل ما يشتروا طيارات خاصه تنقلوا من بلد لبلد. الحل موجود انه يحطوا كل هالخطوط تحت الارض. النائبان سامي ونديم الجميل والوزير السابق سليم الصايغ بالإضافة إلى القيادي في القوات اللبنانية إيدي أبي اللمع أكدوا دعمهم الكامل لمطالب الأهالي. قرار مجلس أوروبا رقم 1815 بيعتبر أنه هذا القرار نداء استغاثة لفضح جريمة ضد الإنسانية. لو كل هالطاقات يلي موجودة اليوم العسكرية وحطوها يأمنوا حياة الناس بالليالي، يوقفوا السرقات، يوقفوا الجرائم يلي عم بتصير كل يوم بلبنان، بفتكر كان لبنان اليوم بألف خير، بدل ما يبعثوا كل هالتعزيزات تيوقفوا بوجه الأهالي يلي عم بيطالبوا بحق له علاقة بصحة أولادهم، له علاقة بصحة أهلهم. هيدا الموضوع بيتعلق بكل الحكومة مش بس بوزير الطاقة، بتعديل هيدا القرار يلي هو وضع التوتر العالي بهيدي المنطقة وأعطى المستلزمات المالية اللازمة تيرجعوا يقطعوا هيدي الخطوط تحت الأرض بشكل يحمي صحة الناس. بتفاجأ أنه تنوضع قوة أمنية بهذا الحجم بوجه طلاب ونساء ورجال حقيقة ما عم بيطالبوا إلا حقوقهم، أنه وحقهم بالحد الأدنى أنه ما يمرق خط طيار كتير كبير فوق راسهم. نعرف كلنا سوا وهو بيعرف وكل الناس بتعرف أنه مأزي، وعلى كل حال بكل التفسيرات اللي عطيت لهلا أنا برأيي ما أنا حدا. هذا التحرك باقي، هذا قرار الحكومة بدها ترجع عنه، وإلا المواجهة مفتوحة. نحن منعرف كتير منيح أنه النواب تبع التيار الوطني الحر من قسمين، نعرف أنه نواب كتير مهمين منهم بيتمنوا أنهم يكونوا معنا اليوم، ولكن حزبهم ما بيخليهم. محل ما يمدهم فوق الأرض كان بيقدر يزيد عليهم 10 مليون ويمدهم تحت الأرض، ولكن اللي مبين أنه مش ما بهمه صحة المواطن، ما بهمه المصلحة العامة، يمكن بهمه صحيح يوضي الكهرباء بس على جتة العالم، وهيدا الشيء نحن رح نمنعه يصير. إذن الاعتصام السلمي مستمر حتى تعديل القرار الحكومي، ولهذه الغاية نصبت الخيام، فالأهالي لا يبالون إذا ناموا على الطريق كي يحموا أولادهم.